لوتس بالهند. يقع معبد اللوتس بمدينة نيودلهي عاصمة الهند. بنى أحد المعماريين الإيرانيين معبد اللوتس بشكله البسيط ليأخذ شكل زهرة اللوتس المتفتحة بجميع جوانبها. كما حصل المعبد على جائزة المعماريين، ويزور المعبد ما لا يقل عن 10,000 زائر في اليوم. مسبح سكوير. يقع هذا المسبح على سطح برج مركز سكوير بتكساس، ويمتاز بأرضيته الزجاجية الشفافة التي تقع على ارتفاع 44 طابق في الهواء الطلق، مما يوفر لك وجهات نظر مرعبة حقا. كريستيانو رونالدو. النجم البرتغالي كريستيانو يفضل ركوب الطائرة النفاثة التي من طراز غولف ستريم 650، والتي تتسع لثمانية أشخاص. هي من أغلى وأسرع الطائرات، حيث تقطع في الساعة الواحدة 600 ميل. تصل كلفتها إلى 28 مليون جنيه استرليني، وتستطيع تلك الطائرة أن تحمل أوزانا حتى 1034 كيلوجراما، فلديها الأماكن التي تتسع لذلك. أما إن حدث بها عطل ما، فإن فترة ضمانها تمتد لمدة 10 أعوام. حطم تصميم اليخت الفاخر شاداي القالب الخاصة بتصميمات اليخوت التقليدية. تصميم هذا اليخت من بنات أفكار المصمم الإيطالي جابرييل تيروتسي، الذي استلهم تصميمه من الرغبة البشرية في الارتقاء عن مستوى الأرض البادي في آثار مثل الأهرامات المصرية وناطحات السحاب الحديثة. تم تصميم اليخت شاداي بحيث يحتوي على كابينة رئيسية على ارتفاع 125 قدما من سطح الأرض، تحتوي على بار ومنطقة لتناول الطعام وحمام سباحة، مما يسمح لملاك اليخت برؤية ممتازة للبحر مع الاستمتاع.